السلام عليكم الزينات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفة تاع اليوم هي لا سوب دو سكالوب. واش نحتاج في الوصفة؟ هنا عندنا زوج حبات بطاطا متوسطة، كنت هنا قطعتها، حبة بصل متوسطة مقطعة، دو ترونش سكالوب، ملعقة كبيرة تاع زبدة، ثلاثة حبات كبار زرودية جزر، حبة كورجات قليشة ولا القرعة. عندنا هنا كمية من المعدنوس، كنت شللته وعقدته هكذايا، وحدة شاف. بالنسبة لليزيبيت هنايا عندنا نصف ملعقة كبيرة ملح ماشي معمرة، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل سكنجبير، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، وشوية تاع القرفة. نبدأ على بركة الله. أول حاجة نحط الزبدة، نحط البطاطا، نزيد البصل مع السنة تاع الثوم، عفوا ما قلت لكم السنة تاع الثوم، هاي ليك حطوهم كامل على دفعة واحدة. نحطو الجزر مع القليشة، نزيدو سكالوب. هنا سكالوب نقطعوه هكذا، راني قطعته. نزيدو لي زيبيس، خلطوهم مليح. في الاخر نحطو المعدنوس، نحطوها فوق النار، نخلوها حوالي 20 دقيقة على نار قليلة تتقلى مليح وتطلق كامل هذيك الماء اللي فيها، من بعد نمرقوها. هاي ليك بعد ما تقلات شوفوا طلقت كامل الماء تاعها، الآن مرقوها. بسم الله. هكذا نزيدو لها النار ونخليوها طيب. هاي ليك بعد ما طابت، الان نحيولها المعدنوس هكذا، نضيفو لها قطعه جبن، قلت لكم شاف ولا اي جبن اللي يكون عندكم، ماشي شرط شاف. نميكسيوها. بسم الله. هكذا الان قدموها في صحن التقديم. هاوليك الشكل تاعها الاخير. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، يعني الوصفه خفيفه ظريفه. تقدروا تعوضوا سكالوب بالدجاج، ماشي شرط سكالوب. ان شاء الله هتجربوها وتقولوا لي رايكم، واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. قلكم سلام، نتلاقى في وصفات اخرى.